هيدا 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 وانت جبت باي فور سامبل وحطيت سكرين هنا عملت التجربه دي في اعدادي اللي هو في اعدادي في المعمل اللي هو مبنى فيزياء تجيب بين كده وتنزل فتحه في النص لكنها تدوس وتجيب بين كده ودايس كده كنت بتلاحظ ايه اللي بيظهر على السكرين هنا انت بتعمل ليزر كده في الضوء بيمشي كده ايه اللي بيحصل؟ فاهمين؟ فاهمين كان ايه اللي بيحصل؟ حاجة منورة وبعدين دي الحتة دي حتة منورة صح؟ تبقى في دوائر كده حلقات حلقة مضيئة في النص وبعدين يبقى في حلقات مظلمة وحلقات مضيئة مظلمة بعد كده بيحصل ديكي بقى بتخف صح كده؟ كانت الظاهرة دي ما ينفعش نفسرها بالأوبتكس ليه؟ أو بالري أوبتكس عشان المفروض لو احنا بنتكلم ان الويف دي ري فالري ده المفروض يعدي كده صح؟ المفروض يعدي كده هنا هيعدي وهنا ايه؟ مش هيعدي فكان مفترض بالري اوبتكس ايه الحاجه اللي بتطلع لي هنا؟ دوريه مضيئه بس صح؟ بس ما طلعش كده ليه؟ عشان الري اوبتكس مش بتفسر كل حاجه عشان المفروض الاوبتيك ده في النهايه هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ويف وبالتالي لازم تحلها باستعمال الويف ايكويشن مش باستعمال الري طيب دي هايمن ده عمل ايه بقى؟ قدر يفسر اللي حصل ده ان هو قال ايه؟ قال احنا ممكن نعتبر ان الويف اللي نازله هنا نقدر نشيلها نستبدلها بايه؟ نستبدلها بوينت سورس وبعدين ممكن نقول ان الحاجه اللي الويف اللي هتطلع هنا جايه نتيجه لايه؟ او اللايت اللي هيطلع هنا جاي نتيجه لكل بوينت سورس ساعتها لو انت واقف هنا فواضح ان كل دول هيتجمعوا على بعض يعني هيعملوا ايه؟ كونستراكشن انترفيس انما لو انت واقف مثلا في حته هنا دي هتوصل لفيز ودي هتوصل لفيز ودي هتوصل لفيز ودي هتوصل لفيز ممكن تجميع الفيز يطيروا ايه؟ يطيروا حبه من بعض عشان كده كل ما بتبعد بيحصل ايه؟ بتزيد وتقل بتزيد وتقل بعدين بيحصل ديكيت بس كده فده كان تفسير لايه اللي بيحصل نتيجه انك خليت لايت يعدي من سوق طيب احنا بقى عايزين نشوف الكلام ده بالويف يعني الويف حل الويف ايكويشن او نشوف حل الويف ازاي الكلام ده بيحصل فاحنا اللي احنا هناخده النهارده مساله تابلتشر يعني ايه؟ يعني احنا عندنا ويف جايد الويف جايد دي ماشي جواها ويف وفجاه قلنا احنا سيبناها مفتوحه على الجايد احنا عايزين نعرف ايه الويف اللي هتطلع منها او بمعنى تاني اكن عندنا افنت جراوند كده منتدى لحد الانفينيتي موجوده مثلا في الاكس واي واحنا فتحنا فتحه هنا في ويف جايه كده في بلين ويف نازله كده ففي كده شبه يعني مساله شبه المساله دي بس احنا دلوقتي بنلمس المساله كويس ان احنا عندنا انفنت بلين زي دي كده وفيها ايه؟ فيها سلوت ومثلا منزلين على السلوت دي بلين ويف فاحنا عايزين نعرف ايه شكل الويف اللي ايه؟ هيعدي من الناحيه الثانيه ايه؟ طيب دي كده مساله راديشن يعني اكننا بنقول هي السلوت دي او الابتيتيود دي هتعمل راديشن شكله عامل ازاي؟ طبعا المسائل اللي احنا حليناها قبل كده كان بيبقى في جي وكان في ايه؟ كنا من الجي نعرف نحسب الكي انما هنا قال في جي مفيش صوت فمش هنقدر نحلها بنفس الطرق القديمه بالظبط اللي انت تجيب الجي تكمله تحسب الاي بعدين تجيب الاي بعدين تجيب الدايركت ما اقدرش اعمل هنا كده عشان هو فين الكلام ده؟ كل اللي انا عارفه ايه؟ ان في ويف نازله بس على السكرين او في لكن في موجود على الصوت بس ما اعرفش ده هو هيكمل ازاي فاحنا عشان نقدر نفهم المساله زي دي ونعرف نحلها هضطر بس اديكم شويه كونسبتس كده ثلاثه كونسبتس عشان نقدر ايه نحل المساله زي دي طيب اول كونسبت انتوا عارفين ان ماكسويلز ايكويشن هم اربع معادلات اول معادله كيرل بي يساوي ماينس جي اوميجا ميو اتش كيرل اتش يساوي جي اوميجا اتش اي بلس جي كيرل دايفرجنس دي يساوي رو 3 لكن دايفرجنس بي يساوي دي خلاص دي كده ماكسويلز ايكويشن
في ناس اقترحت ان احنا نعمل ماكس ديستريبيوشن جديده اسمها بالانس ماكس ديستريبيوشن. يعني ايه بالانس ماكس ديستريبيوشن؟ يعني لو انت بصينا على الماكس ديستريبيوشن الطبيعيين فهي بتقول لك ان انت عندك كميتين اسمهم اي واتش. الاي والاتش بينتجوا عن ايه؟ عن سورس. ايه السورس ده؟ هو الكتريك كارنت او ايه؟ الكتريك تشارج، صح كده؟ لكن الاي ده اللي هو الكتريك فيلد والاتش اللي هو ايه؟ ماجنتيك فيلد. الاثنين جايين نتيجه لايه؟ كارنت او نتيجه لايه؟ نتيجه للتشارج. فالناس اللي هي اقترحت بالانس ماكس ديستريبيوشن قالت طب ليه ما يبقاش فيه زي الكتريك كارنت يبقى فيه ايه؟ ماجنتيك كارنت. اشمعنى فيه اي وفيه اتش؟ احنا ليه ما فيش جي مثلا؟ في حاجه ثانيه تناظر الماجنتيك كارنت؟ وليش معنى في الكتريك تشارج؟ ليه ما فيش برضه على النظير الثاني ايه؟ ماجنتيك تشارج. فهي اقترحت قال طب هنفرض ان في حاجه اسمها كده. فلو جينا نكتب ماكس ديستريبيوشن انا هنا بالدواليتي. يعني زي ما في جي هنا هنحط ايه؟ حاجه ثانيه ماجنتيك كارنت اسمه ام مثلا. وزي ما في الكتريك تشارج هنا هنفرض برضه في حاجه اسمها ايه؟ ماجنتيك تشارج. هما زودوا التيرم ده قالت زي ما في جي وميجا اكس اي بس جي دي ماينس جي وميجا ميجا اكس يبقى نعمل ايه هنا؟ نعمل ماينس عشان دي ماينس. وزي ما في رو الكتريك هنا نحط هنا ايه؟ رو فري ماجنت. كده المعادلات اتبلس. يعني زي ما في اي في ايه؟ اتش. زي ما في جي في ايه؟ ام. زي ما في نيو في ايه؟ في ابسلون. خلاص كده؟ فاكن المعادلات بقت بلد. طيب احنا قبل كده كنا بنحل المساله ازاي؟ كان السورسز عندنا الجي وايه؟ والرو او التشارج دنس. كنا منهم بنحسب الايه؟ الاي والفاي. من الاي والفاي نحسب الاي والابشن. فكانت العلاقه بين الاي والاي والفاي كانت الاي تساوي ماينس جي اوميجا نيو ماينس جي. ماينس جي اوميجا اي ماينس جي فاي كان الاتش يساوي دي المعادلات القديمه اللي احنا كنا جبناها لما كان ماكسيمم ايكويشن ما فيهاش ام ولا فيها رو مثلا. دلوقتي احنا خليناها بالانس. وبالتالي الاي والاتش مش جايين نتيجه للاي والفاي، جايين نتيجه كميات ثانيه اللي هي جايه نتيجه لايه؟ نتيجه للام وللايه؟ رو ام. خلاص؟ وبالتالي احنا زي ما طلبنا ان الاي ان الجي ده هيعمل لي اي وفاي، هفرض ان الام هيعمل لي برضه كميتين اسمهم ايه؟ اسمهم مثلا اف وايه؟ وبساي. خلاص كده؟ ساعتها لو انا استعملت الدواليتي يبقى الاتش بتساوي ايه؟ هتبقى هي هي بس بدل ايه يبقى ايه؟ ماينس جي اوميجا اف ماينس جريتين بساي. وزي ما الاتش كان واحد على ميو كيرل ايه ده هيبقى ايه؟ واحد على ابسلون كيرل ايه؟ كيرل ايه؟ خلاص كده؟ في مشكلة كده؟ اه مش مهم عشان سقطت هو الاف والابسلون اللي كله ايه؟ اف وساي؟ مش الجي كان بيعمل ايه وفاي؟ قبل كده؟ احنا دلوقتي هنفرض ان الام هيعمل حاجة اسمها اف وساي. طيب الايه ده كان حاجة ماجنتيك والفاي ده حاجة الكتريك صح؟ خلاص يبقى ده برضه هيبقى الكتريك فاكتور بوتنشال وده هيبقى ايه؟ ماجنتيك سكيلر بوتنشال. كده؟ طيب واحنا كان عندنا ايه؟ كان القانون بتاعها كان ايه؟ كان يو على 4 باي انتجريشن جي ار داش اي باور ماينس جي كي ار على ار دي ار برايم. ده لو جينا نجيب الاف هنعمل دوالتي صح؟ بدل الايه هيبقى ايه؟ هيبقى اف يساوي انتجريشن بدل ميو هتبقى ايه؟ هتبقى ابسون انتجريشن بدل الجي هيبقى ام ماينس جي كي ار. حد عنده سؤال؟ انت بتستعمل البالانس انت بتستعمل الاصليين هم العاديين انت بتستعمل البالانس. يعني ما انتجريتوش حاجه ليه؟ لسه هقول لك انت بتستعمل
ليه انت هتستعمل ايه انت هتستعمل دي دي جنرال صح؟ دي حاجه جنرال يعني قبل كده انت كنت بتستعمل الماكسيمم ايكويشن اللي هي ما فيهاش ام وما فيهاش ايه هو ليه؟ عشان ما كانش عندك ام ولا كان عندك هو مجنب كان عندك جي بس اقصد دي حاجه جنرال انا اكني عملت موديفيكيشن على حاجه الموديفيكيشن ايه الزياده فيه؟ ان في ام وفي ايه؟ رو ام بالتالي اكيد الاجابه لسؤالك لما يبقى في ام وفي لو في جي استعمل القديم لو في ام استعمل دي من غير جي لو في اثنين استعمل الاثنين او خد دي جنرال واقعد فيها واللي ب 0 ب 0 واللي مش ب 0 دي خلاص كده دلوقتي احنا عارفين ان الالكترون مثلا عباره عن الكترون مثلا او فوتون الالكترون ازي ماجنتيك ماجنتيك كارنت ده عباره عن ايه؟ حاجه مالهاش وجود الرو ماجنتيك حاجه مالهاش وجود واللي احنا عارفين طبعا ان اي ماجنتيك او اي حاجه ماجنتيك ماتيريال بتلاقي الدايبولز موجودين مع بعض فمفيش شارج ماجنتيك موجوده لوحدها دايما بيبقوا دايبولز وصغيرين جدا فمفيش حاجه اسمها شارج ماجنتيك ولا في حاجه اسمها ان الشارج الماجنتيك دي بتمشي حاجه مش موجوده براكتيكال بس احنا سيبناها حاجه ثيوريتيكال حاجه نظريه بس لو هي موجوده بقى طب هي هتيجي منين؟ ممكن مثلا تبقى جايه نتيجه مساله تخيليه مش موجوده او لمساله ايكويفلنت زي في الالكترونكس هي في نيجاتيف ريزيستنس مفيش نيجاتيف ريزيستنس بس انت لما بتعمل ترانزستور مثلا بتوصله بتوصيله معينه ممكن تخلي الامبيدنس اللي انت شايفها بالنيجاتيف صح؟ يعني دي مش موجوده بس دي منين؟ دي ايكويفلنت موديل صح؟ ممكن برضه هنا في المسائل اللي عندي مساله معينه ممكن اشيل حاجه احط حاجه مكانها ايكويفلنت تكون ليها ايه؟ ام او ليها راي بس هي مش موجوده في الحقيقه بس دي ايكويفلنت خلاص كده؟ طيب حد عنده سؤال تاني؟ طيب تعالوا كده نفتكر الباوندري كونديشن احنا كان كده ان اي سيرفيس لو احنا بنتكلم على الالكتروماجنتيك لازم يبقى ليه باوندري كونديشن صح؟ قلت انتوا خدتوا باوندري كونديشن لو انت عندك اي سيرفيس كده في الدنيا لو عندك هنا مثلا اتش 2 واتش 1 فالباوندري كونديشن على الانترفيس ده ان الجي لو مثلا في كارنت هنا اسمه جي سيرفيس فالباوندري كونديشن ايه بقى؟ ان الان كروس اتش 2 ناقص اتش 1 بتساوي ايه؟ بتساوي الجي سيرفيس ده الباوندري كونديشن القديم صح كده؟ كنت انتوا خدتوه قبل كده كذا مره سواء في الفيدز او في الالكترومجنتكس اللي هي الاول ويف دلوقتي احنا بقى عندنا بدل جي عندنا ايه؟ عندنا جي وام فاحنا نفس الباوندري كونديشن ده بتاع الجي هنعمله بالايه؟ بالام بالتالي الباوندري كونديشن الجديد هيبقى ايه بقى؟ هيبقى ان كروس بدل اتش هيبقى ايه؟ 2 ناقص اي 1 بتساوي ايه؟ في ماينس هنا هيبقى ماينس ام سيرفيس. فده الباوندري كونديشن ان جنرال على اي انترفيس ان ان كروس اتش 2 ناقص اتش 1 بتساوي الجي اللي على السيرفيس وان كروس 2 ناقص اتش 1 بتساوي الان اللي على السيرفيس. كده؟ طيب تعالى ناخد ثالث حاجه اللي هي حاجه اسمها سيرفيس ايكويفلنس ده ثالث كونسيبت هنتكلم عنه او بالاخص حاجة اسمها لابس برنسبل تعالوا كده افتكر معاكم بالفيدز انتوا خدتوا في الفيدز حاجة اسمها ايمج مثلا فالايمج دي كانت بتقول لك ايه مثلا؟ انت لو عندك انت جرام كده في تشارج كيو فانت ممكن تستبدل الكلام ده بايماجن سيرفيس والايماجن سيرفيس تحط عليه هنا ايه؟ كيو بس تحط واحدة هنا ماينس كيو كان المفروض الايمج ده الحل هنا هو نفسه ليه؟ الحل هنا. طب كنت انتوا عرفتوا منين ان الحل هنا هو نفس الحل هنا؟ يعني كنت ضمنته منين؟ عشان التشارج دي بتخلي تعمل نفس الباوندري كونديشن ده اللي هو ايه؟ بتخلي الفي هنا ايه؟ بصفر لان الفي هنا بصفر. ان انت لو وقفت هنا وجبت الفي اللي هنا هيبقى كيو على كوبا ابسون ار ماينس كيو على كوبا ابسون ايه؟ ار وباو قد الار والكيو عكس الكيو وبالتالي الفي هنا بصفر. لو جبت دي برضه دي تانجنشال هتيجي بصفر ده باوندري كونديشن في الاكو ستاتس. وبالتالي النيجاتيف اللي انت حطيتها دي خليت نفس الباوندري كونديشن هنا هو نفس الايه؟ الباوندري كونديشن هنا وبالتالي الحل هنا هو نفس الايه؟ الحل هنا او بمعنى تاني ما دام الاي هنا هو نفس الاي هنا والفي هنا هو نفس الفي هنا يبقى الحل هنا هو نفس الايه؟ الحل هنا خلاص كده؟
نفس القصه انت بتعملها في السيركتس. يعني مثلا بيبقى عندك ريزيستنس وضغط وكبسته ومش عارف اي حاجه, انت ممكن تشيل كل ده وتحط مكانه ايه في الاخر؟ تحط زيت ايكويفلنت. صح, عرفت منين ان زيت ايكويفلنت اللي انت هتحطها دي هيبقى لها نفس التاثير بتاع المكرره الاصليه؟ عشان انت بتجيب زيت ايكويفلنت صح, زائد ان ال V هنا وال V هنا ان V واحد ان هو V2 وان I واحد ان هو ايه؟ اي واحد ان هو اي اتنين. فانت ان جنرال في اي حاجه بتبني لو قدرت تشيل حاجه تستبدلها بحاجه هي نفس الباوندز بتبقى نفس الحل. يعني زي ما انت قدرت تشيل كل الفجوعه دي وتحط مكانها الامبيدنس, الامبيدنس دي بتعمل نفس الدي ونفس الاي, بتبني لك نفس الحل هنا ازاي؟ وهي نفس الكلام, قدرت تشيل كل البلين ده من اللي تحته تحط مكانه مثلا حاجه اللي هي نيجاتيف كيو مثلا, دي بتجيب لك نفس الدي ونفس البي هنا, يبقى الحل هنا ونفس الحل هنا. خلاص كده؟ طيب تعالوا نشوف لوف برنسبل ده قال لك ايه؟ قال لك مساله بقى الكتروماجنتيك, يعني حاجه من مساله الكتروماجنتيك اللي انت لو كان عندك ميديوم اسمه مثلا ميو واحد واقف في واحد, وجوه الميديوم ده في سورس جي وفي سورس تاني ام, كان في سيرفس هنا السيرفس ده ماشي, فانت تقدر تستبدل المساله دي بمساله ثانيه. ايه المساله الثانيه؟ الحاجه اللي جوه السيرفس دي شيلها خالص لكنها مش موجوده, شيل السورسز كلهم اللي جوه وشيل الماتيريال اللي جوه وخلي فيه اللي جوه كتير, وهتحط كارنت هنا على السيرفس ده بيساوي ان كروس اي سوري ان كروس اتش اوتر. صح, زي ان اتش اوتر ده الماجنتيك فيلد اللي بره, وهتحط هنا ماجنتيك كارنت ام سيرفس بتساوي ماينس ان كروس اي اوتر. اي اوتر ده الماجنتيك فيلد اللي بره. هو بيدعي ان المساله دي فيها نفس الباوندر كونديشن بتاع المساله دي. يعني ايه؟ يعني الجي والام دول بيعملوا نفس الالكتريك فيلد اللي ايه؟ بيجيبوا لك الالكتريك فيلد على الطرف, هو نفس الالكتريك فيلد والمايك فيلد اللي ايه؟ على السيرفس. خلاص؟ ده جه من ايه؟ المفروض الالكتريك فيلد والمجنتيك فيلد على السيرفس هنا بكام؟ بي نود وايه؟ واتش نود. ليه؟ حاجه انا مش عارفها بس يعني تعالوا نشوف الدور كام كده. خلاص؟ تعالوا بقى نشوف هنا لو انا جيت مثلا احسب الالكتريك فيلد هنا او المجنتيك فيلد هنا احسبه ازاي؟ اطبق باوندري كونديشن ده اقول ان ان كروس اتش 2 كروس اتش 1 بتساوي ايه؟ بتساوي الجي. الجي اللي انا حاطه دلوقتي بيساوي ايه؟ ان كروس اتش ان كروس اتش اوت. طيب انا حطيت اتش جوه بكام؟ بصفر, ده معناه ان اتش 1 بكام؟ بصفر, ده معناه ان اتش 2 اللي هنا هيطلع لك هو نفسه ايه؟ هو نفس اتش اوت. فده معناه ان الماجنتيك فيلد اللي بره هنا الناتج عن الجي هو نفس الايه؟ الماجنتيك فيلد اللي هنا. لو انت عملت نفس القصه بالنسبه للاي, لو انت رفعت دايره وحطيت ان كروس اي 2 ناقص اي 1 بتساوي ناقص ان كروس اي اوتر, اي اوتر اللي انت جايبه من المساله الاصليه ايه؟ اي 1 بصفر. فده معناه صفر في ماينس ان, فده معناه ان اي 2 هو نفسه هو الايه؟ ان اي 2 اللي بره كان هو نفس الاي اوتر اللي هو كان. فده معناه ان انت اي مساله ان جنرال لو انت حط اي حته في سيرفس صوت ذات انك حطيت على السيرفس ده كارنت, الكارنت ده بيساوي ان كروس الجي بيساوي ان كروس الاتش في المساله الاصليه, والام بتساوي ان كروس الاي في المساله الاصليه, ده هيولد لك اي واتش على السيرفس هم نفسهم اي والاتش اللي كانوا في المساله الاصليه, فيبقى الحل هنا هو نفس الايه؟ الحل هنا. طبعا اي واتش انا مش عارف هم بكام, يعني اقصد اي كويفن بروبلم لحاجه مش معروفه, يعني انا استبدلت مساله مش معروفه بحاجه مش معروفه بس هي بقى يعني اقصد الحل هي المفروض تبقى حاجه لو انت قدرت تحل. خلاص كده؟ طيب كده 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 فيلد جوه بزيرو صح؟ وبالتالي تغيير الماتيريال جوه هل هيفرق في الفيلد حاجه؟ مش هيأثر في اي حاجه. وبالتالي برضه لوك يقول لك انك ممكن الحاجه اللي جوه دي تملاها باي حاجه انت عايزها. ممكن تبقى مثلا بالدايركتيف او ممكن بيرفكت الكتريك كوندكتور او ممكن بيرفكت ماجنتيك كوندكتور. كده كده مش في حاجه لان كده كده الفيلد جوه بزيد, فلو جيت تطبق باوندري كونديشن اللي هو ان كروس اي ناقص اي هيطلع لك ضرب ان اي اوتر هو هو, لو جيت تعمل ان كروس اتش ناقص اي هيطلع لك ضرب اتش اللي ورا بغض النظر الحاجه اللي جوه نوع ايه ما دام الفيلد جوه بزيد.
بس انا كده لازم احط الماتيريال اللي جوه تحقق الاثنين كونديشنز هما اي تي او اتش تي مع بعض. ده ايه ده؟ لازم ايه؟ مش لازم كده الماتيريال اللي احطها جوه تحقق الاثنين. الكيس اللي انا خدتها ولا الكيس اللي انا بتكلم عامة اي ماتيريال اللي احطها جوه لازم تحقق الاي تي او اتش تي عشان يكون الباوندري كونديشن تحقق. ليه؟ ده كونك اصلا حطيت الجي كده ولان كده ده ليه بريفيكت كون الواي بتاعك؟ يعني انت اول حاجه متفق معايا ان المساله دي الحل بره هيطلع هنا ايه؟ هي نفس اللي كانت حل مساله وصفيه بالظبط كده معتمد على اتش نود واي نود اللي هم كانوا الباوندري كونديشنز بتوع مساله وصفيه بالظبط كده. طيب انت تقصد ان انا ازاي هايبر ده يبقى بصفر؟ يعني ازاي الفورس اللي جوه يبقى بصفر؟ بالظبط. لا هو بيبقى الفورس لوحده. ازاي بيبقى الفورس لوحده؟ اعطينا حطيت الجي بتاعي ان كوست اتش اوت فوز لو انت جيت تطلع باوند كونديشن بس العكس عشان تحسب دي اللي جوه هتجيب صفر. يعني انت لو حليت المساله هيطلع لك هنا كام؟ 2 بكام؟ ب اوت. فلو جيت تقول ان كروس مثلا اتش ان كروس اي 2 ناقص اي 1 بتساوي ان كروس بي اوت المفروض الحل المساله يطلع لك ان هنا ده اوت فتلاقي ان اي 1 بزيرو. يعني اقصد كون حطيت الجي اللي انت حطيته هو اللي بيفوز اللي جوه يبقى صفر. حتى لو اللي جوه اصلا لوحده ما يحققش كده بالظبط. ما هو اللي جوه ما فيش حاجه اصلا انا سايب حاجه ما فيش حاجه. انا قصدي لو مثلا حاطط مثلا دايركت الكتريك كده دايركت الكتريك كنت بتشوف الكتريك او معايا ما فيش حاجه ما فيش شوز يعني اصل لقيت اللي جوه بصفر يعني على الاقل على الباوندري كونديشن على الباوندري لا كل حاجه في كل ريجن اللي جوه طبعا في حاله بصفر. يعني طبعا دي مساله خياليه مساله جنرال فيعني اصلا تمام كده؟ طيب احنا ازاي نحل المساله زي دي؟ احنا
عايز يوصلها البرنسبل ده سيرف يعني ده لازم يبقى كلوز سيرفس كده يعني بالظبط طب ما هو ده مش كده صح؟ لا في مساحه ممكن لو خدنا يعني لو انت عارف حل المساله هناخد واحد تاني هناخد السيرفس ايه هو لو يفهم كده ممكن نعتبر اللي هو على الديفينتي طيب ازاي تحل مسألة زي دي؟ زي ما اتفقت معاك في اول السكشن ان دي مسألة لا فيها جي ولا فيها ام يعني مفيش جي ولا اقدر امسكهم دلوقتي بحيث اعمل انتجريشن عليهم صح كده؟ بس ايه الحل؟ احنا ممكن نستعمل السيرفس ايكويفلنس بحيث ايه؟ بحيث اقدر احل مسألة صح؟ ازاي استعمل السيرفس ايكويفلنس؟ انا ممكن اشيل السطح ده كله اللي هو اف ده استبدله بايه؟ ضغط يقولك ان الكومنت تستبدله بجي وام فانا هستبدله بجي وام بجي وام بحيث الجي والام يحاول نفس الضغط كونديشن على السطح ده وبعدين هجيب الريتيت فيه من الايه؟ من الجي والام السكند السكند سورس ده خلاص كده طيب ازاي هجيب الجي والام؟ هجيب كولر اقول ان الجي بيساوي ان كروس اتش الموجود والام بيساوي ان كروس بي الموجود تمام كده؟ طيب لو احنا بصينا على السورس ده هو متقسم تو ريجنز او تو سيرفيسز اول سيرفيس اللي هو ايه؟ السيرفيس بتاع الابتشر والسيرفيس الثاني اللي هو الجراوند السيرفيس عليه بيرفكت الكتريك كونفرجنس تمام كده؟ طيب لو احنا مثلا فاضيين ان فيها دي كانت ويف درايف مثلا فالمفروض لو في بلين ويف ماشيه جوه الويف درايف دي انا عايز اعرف الفيلد على هنا هجيبه ازاي؟ يعني الفيلد على السيرفيس بتاع الابتشر ده هجيبه ازاي؟ هل ممكن اقول اللي هو نفس الفيلد اللي جاي من هنا؟ يعني دي لو كانت بلاي ويف مثلا في اتجاه الاكس اللي هي كده ممكن اقول ان الالكتريك فيلد هو نفس الالكتريك فيلد اللي هو اي نود اللي جاي من البلاي ويف ولا ما اقدرش؟ يعني ايه ده؟ نقدر بس هل نقدر نقول كده على طول؟ يعني مفترض ان الويف اللي ماشيه دي ماشيه جوه ويف جايد انتوا عارفين ان الويف جايد ده يعتبر ميديم دي امبيدنس ودي دي حاجات مختلفه طيب الميديم اللي فوق ده يعتبر ايه؟ في سبيس صح؟ فواضح ان الميديم عند السطح ده في تغير في الايه؟ في الميديم او في الميديم فده يفرق في ايه؟ بيعمل حاجه اسمها ايه؟ ايه اللي يحصل لما تبقى الويف ماشيه في ميديم وفجاه ماشيه ايه عشان تاني؟ بيحصل ريفليكشن تمام؟ بيحصل ريفليكشن خلاص كده؟ بالتالي انت لو انت عايز الويف اللي هنا انت المفروض تجيب الويف اللي هي الرايح والويف اللي راجع تجمعهم مع بعض يبقى التوتال الاكتف فيلد اللي موجود على ايه؟ على السطح خلاص؟ طيب هنا للتفصيل هو ادالك ان الابتشر دايمنشنز بتاعتها ان الـ A بتساوي 30 نمبر وان الـ B بتساوي 15 نمبر فده معناه ان الابتشر دي مالها؟ كبيره جدا فلو في ويف طلع كده هل هتحس بحاجه؟ انها تحس بتغير من 30 نمبر في 40 نمبر عن الهواء؟ دي اصلا 30 نمبر دي حاجه كبيره جدا هي كانها تعتبر ايه؟ هنا في سبيس اصلا من 15 هم نفس القصه فانا اقصد لو انت فرض ان الابرتشر كبيره فانت تقدر تفرض ان الفيلد هيكمل ايه بنفس الايه؟ بنفس الالكتريك فيلد ده او الريفلكشنز تبقى قليله فساعتها نقدر نعتبر ان الالكتريك فيلد على السطح ده على الابرتشر هو نفس الالكتريك فيلد ايه؟ بتاع الكيلو ويف ده تمام كده؟ طيب تعالوا بقى نعمل سيرفيس ايكويفلنت اول حاجه نعرف من المساله بس هاخدها ككروس سكشن احنا لو رسمناها ككروس سكشن فاحنا اكننا عندنا عندنا ادي سطح الجام وفي هنا سلوب في والسلوب في جاي من ويف دايت الويف دايت دي عباره عن ويف اتجاه الزد وعن على الاكتف في اتجاه الاكس اللي فوق الاكتف في طيب انا هنا عايز اعرف شكل الفيد اللي هيراديت من السلوت دي عامل ازاي احنا قلنا ما نقدرش احنا هنستعمل ايه السيرفيس ايكويفلنس اتفقنا ان احنا هناخد انهي سيرفيس هناخد السيرفيس اللي هو ايه كل البلين ده او الاخر بلين اللي هو ايه اللي هو عليه الابيتشر احنا عشان نعمل سيرفيس ايكويفلنس خلاص هنثبت المساله دي بمساله ثانيه نشيل السيرفس بتاع الفين ده احط مكانه مكان الفين السيرفس ده متقسم لكام جزء؟ متقسم لجزئين اول حاجه السيرفس بتاع الابرتشر
ممكن نعمله مثلا بلو 2 عشان ما تتلخبطش. السيرفيس بتاع الابرتشر والسيرفيس بتاع الايه؟ البيرفكت الكتريك بروجرام. طيب لو بيقول لك انك ايه؟ احنا بنحل في الريجن اللي على اليمين وبالتالي خلاص حط الالكتريك فيه. هنحط الالكتريك فيه هنا صفر. هنحط الالكتريك فيه هنا صفر. وهنحط المجنات فيه هنا ايه؟ صفر. خلاص كده؟ وهنحط J و M بيساوي ايه؟ على السيرفيس اللي فوق اللي هو بيرفكت الكتريك كوندكتور. هنحط كارنت بيساوي بيرسل في البلاش مثلا بيساوي N cross H outer مثلا وده مثلا الـ H outer. وهنحط M surface بيساوي N cross E outer مثلا وده الـ E outer. مش مهندس خلاص في ماينس. طب هو ازاي دي كوفيلانت؟ ازاي الرسمه دي كوفيلانت دي؟ فين؟ دي؟ يعني مش خارج الشكل ده عامل ازاي؟ انت عايز توصل؟ ده لو جينا شايف الرسمه دي لو انا خدت الكورس كده او بطريقه ثانيه لكن زي كده البلين مكمل حد الانفينيتي خلاص وانا ايه؟ وانا في جايد جاي من عندي فانا هقصه كده بالنص. طب ليه بصوره هيبقى كده؟ فيبقى عندك ده البلين وفي فتحه هنا اللي هي جايه نتيجه ليه؟ يعني اكن خدت كروس سكشن هنا ايه؟ عندك الفتحه اهي اللي هي اصلا كانت واخده دايمنشن كده وعندك في حته اللي هي الستكنس او البي اي سي او الشيب الستكنس بتاع البي اي سي. ده احنا عاملين الفين اللي هو الزر. بتاع توتال دايمنشنز لو احنا بنتكلم لو انت عايز نسلك التقسيم هنا هو المفروض ده الزر وده العكس. هنا احنا عايزين نوصل ايه؟ عايزين نجيب الكتريك فيز بره الراديشن عامل ازاي؟ عايزين نجيب الدايركتيفيتي عايزين نجيب الكميات الكتريك فيز بره ولا ده بره الاثنين اللي هو صح؟ اه عايزين نعرف الكتريك فيز ده يطلع بره ازاي؟ السيرفس ده بتاع كونتاكتور أو أول حاجة ولا ده سيرفس؟ طيب المهم احنا قلنا هنحط هنا على السيرفس بتاع الكونتاكتور هنحط جي وإم والجي هنحط إن كروس إتش والإتش ده اللي هو كان هناك والإم سيرفس إن كروس إي والإي ده اللي هو كان على السيرفس. المفروض السيرفس اللي هو كان بره ده كان إيه؟ كان كوندكتور فانا عارف ان الالكتريك فيه التانجنشال على الكوندكتور بيبقى ايه؟ يبقى صفر. ان ده اللي هو عمودي على السيرفس فانت لما تقول ان كروس الالكتريك فيه اكنك بتختار الايه؟ التانجنشال كومبوننت فالتانجنشال كومبوننت هنا بصفر يمين بصفر تانجنشال فده معناه ان الام سيرفس ده اللي انت تحطه هيبقى هنا ايه؟ صفر. لو احنا بنتكلم على السطح ده فالسطح ده عليه اي وعليه ايه؟ اتش عليه الكتريك فيه في اتجاه الاكس واقدر اجيب الماجنتيك فيلد اللي هو هيبقى الاتش انها بتدو ايه؟ بقت عباره عن مينو على ايتا في اتجاه الواي خلاص بحيث اكس في واي دي لك ده وبالتالي انا اقدر احط هنا كارنت الكارنت ده مثلا هسميه جي سيرفيس بيساوي ان كروس اي مثلا ممكن نسميها دي انسدنت ان كروس اتش انسدنت وممكن احط ماجنتيك كارنت ام سيرفيس بيساوي ان كروس اي انسدنت في ماين خلاص كده؟ الفرق بين ده وبين ده انا قلت لك ان السيرفس اللي انا ماسكه ده عباره عن نصين او تو سيرفيس اول سيرفيس بتاع البيرفكت الكتريك كوندكتور تاني سيرفيس بتاع الابرتشر فده بلد على الحته بتاعت الكوندكتور وده بلد على الحته بتاعت الابرتشر خلاص كده؟ طيب هو نفس لفظ اللي هو الجي بيساوي ان كروس اتش والام بيساوي ناقص ان كروس اتش بس المره دي الاثنين موجودين مفيش حاجه فيهم من دول اللي جايين اصلا من الويف اللي الاثنين يعملوا اللي جايين بالظبط. طيب لو عايز افهم صح حبيبي بس قلنا ان اس اللي بيكون صفر عشان الاكتر فيه صفر عشان ان كروس دي ده بيختار هي المفروض ان كروس دي
المفروض ان الكوسين ده دلوقتي تانجنشال على الكوندكتور هنا، دي تانجنشال على الكوندكتور هنا. انا عندي اسئله ثانيه. الجهات دي والجهات اللي على الكوندكتور المفروض دي ليه المساله الاصليه. انا عندي سؤال ثاني. طيب الخطوه اللي بعدها المفروض الالكتريك في الجزء الشمال كله بصفر، سواء الالكتريك او الماجنتيك. احنا ممكن نعبي الجزء ده باي ماتيريال عايزينها، فاحنا للتبسيط هنعبيها بايه؟ هنعبيها بيرفكت الكتريك كولر، مش شايف اي حاجه كده كده، ما دام في اللي هو بصفر مش شايف حاجه. انا هعبي الماده دي او النص الشمال ده بيرفكت الكتريك كولر، وبعدين اعمل سيمبليفيكيشن للمساله اجيب لها الكيرفكت بروبلم ازاي؟ المفروض دي كده مساله ايمج، فانا الجي ده هيبقى ليه ايمج هنا والام هيبقى ليه ايمج، والجي ايمج والام ليه ايمج. الايمج بتاع الكرنت انتوا عارفين ان انت لو عندك جراوند كده في جي هنا، فالجي بتاع الايمج بتاعه يبقى عامل كده عكسه خلاص. ولو عندك جي كده فالجي الايمج بتاعه كده، بالنسبه للام هو عكسه. يعني لو عندك ام كده فالايمج بتاعه يبقى كده، لو الام كده الايمج بتاعه يبقى كده. فاحنا لو جينا نعمل ايمج هنا فبرضه احنا عندنا تو سيرفيس، فده معناه ان الكالت عند النقطه دي جايه نتيجه تو كالتس، واحد جي سيرفس والتاني جي سيرفس بس عكسه، فده معناه ان التوتال كالت فوق بجنب، وده معناه ان ده هيطير ده صح كده، وبالتالي الكالت هنا نتيجه ان هم عكس بعض ومضربين في نفس النقطه يبقى الجي هنا بصفر، واحنا اصلا كنا جايبين ان هي بتساوي صفر. بالنسبه للسيرفس ده الجي هيطير بعضه والام مش هيطير هيتجمع على بعض، فده معناه ان السيرفس ده عليه جي بيساوي صفر وام بيساوي 2 ام سيرفس اللي هي ماينس 2 اللي هي 2 ماينس 2 ام بلس اتش هي اي ار سي بس كده. اكن المساله في الاخر عباره عن ايه؟ اكن المساله في الاخر اكن عندك الاسفول كده تحط عليها كلام بيساوي ناقص 2 ام بلس خلاص كده؟ فده معناه ان انا لو جيت احل المساله نرجع تاني 3 دي زي ما كانت في الكروس سكشن، فورس شكله عامل ازاي بتاع المساله؟ اكنه ماجنتيك كارنت وموجود على الايه؟ على السيرفس بتاع الابرتشر. فاحنا لو جينا نحسب الام هو بيساوي ناقص 2 ان كوس في اسدنت اللي هو ناقص 2 الان اللي هو اتجاهه ايه؟ الان اللي هو الان اللي هو عمودي على السيرفس ده اللي هو اتجاهه ايه؟ اتجاه الزر خلاص؟ فالام ان كوس في اسدنت الان ده اللي هو دي زد والاي اللي هو كونستنت اتجاه الاكس، فده هيدي لك ايه؟ هيدي لك تو نود في اتجاه الايه؟ زد في الاكس يدي لك واي. فده معناه ان الماجنتيك كارنت اللي هو ايكويفالنت هنا في الاخر اللي احنا حطيناه اللي هو موجود على الابرتشر هيبقى بيساوي ناقص 2 تو نود في اتجاه الواي. تمام كده؟ طيب وبالتالي لو احنا عايزين نتخيل شكل المساله والسورس، اكن في الاخر المساله عباره عن فري سبيس، والفري سبيس الحاجه اللي موجوده فيه عباره عن ماجنتيك كارنت في اتجاه الواي، وهو كونستنت يونيفورم على السيرفس.
فكان في الاخر عايز اجيب الراديشن. دلوقتي بقت مساله ايه؟ دلوقتي بقت شبه المساله اللي احنا كنا بنحلها قبل كده، اللي انا عندي شوف بس بدل ما جي هو دلوقتي ام، وانا عايز اجيب الالكتريك فيلد الناتج عن الايه؟ عن الديستريبيوشن بتاع الكارنت. خلاص؟ فانتوا عارفين طبعا ان دلوقتي احنا عندنا ال، فالان بيطلع ايه؟ بيطلع اف وبيطلع ايه؟ صار مش المفروض تكون في النيجاتيف هو مش هو؟ عامل نيجاتيف هنا. الاتجاه ده بالنيجاتيف. كده كده هو اي سي يعني. طيب فايز. الفيز مش فاكر الفيز. لا اي حاجة. طيب همسح ده. طيب المفروض القانون احنا دلوقتي عارفين ان الام ده هيولد ايه؟ هيجنريت اف وهيجنريت خاي. قبل كده كانت خطوات المساله كان بيبقى عندك جي، ان الجي بتحسب ايه؟ الاي، وبعدها بتحسب الاي. لو انت في الفار فيلد بتاخد السيت او بتاخد الفاي بس، وبعدين بتحسب الاي 2 ماينس جي اوميجا في الاي ده. خلاص؟ هنعمل نفس القصه. من الام هنجيب الاف، هنحول الاف لايه؟ لسيت او فاي، بس بدل ما نقول الاي هنقول ايه؟ الاكس بيساوي ماينس جي اوميجا ايه؟ اف. طب وجيت الصاير يعني في الفار فيلد شو مالها؟ خلاص زي الاف. خلاص كده؟ طيب فاحنا لو جينا نكتب قانون الاف، فالاف كفاكتور بتساوي ابسلون على فول باي انتجريشن على ايه؟ على السطح ده، على اكس داش وعلى واي داش، الام ار داش اي باور ماينس جي كي الار على ار، نكمل ده دي اكس داش دي واي داش. خلاص كده؟ طيب لو احنا جينا نشوف الار، فالمفروض الار دي المسافه بين الايه؟ المسافه بين الاوبزرفر وما بين الايه؟ وما بين الاليمنت اللي انا بانتجريت عليه. بالتالي المفروض ده الار. طيب وفين الار بتاع الاوبزرفر؟ المفروض ده الار بتاع الاوبزرفر. فانا لو جيت اكتب اسيومنج ان الاوبزرفر دي اكس وواي وزد، وان الاليمنت دي اكس داش واي داش وزيرو عشان هي في اكس واي بلين، فده معناه ان الار كفكتور بيساوي ايه؟ بيساوي اكس ناقص اكس داش جت اكس بلس واي ناقص واي داش جت واي بلس زد اتجاه الزد. طيب ولو جيت اعبر عن الكي، الكي فيكتور، الكي فيكتور ده تعريفه ايه؟ ده اتجاه الويب اللي بيحصل لها راديشن، صح؟ اتجاه الويب اللي بيحصل لها راديشن المفروض الحاجه اللي بتطلع هنا سبيريكال ويفز، هي بتطلع في اتجاه الار. فالويب اللي طالعه عباره عن كي نود في اتجاه الار، اللي انا ممكن اكتبها اللي هي كي نود، اقدر احط اليو ار بدلاله الكارتيزيان، فتبقى كي نود ساين ثيتا ديفاين باي بلس اتجاه الاكس بلس كي نود ساين ثيتا ساين فاي اتجاه الواي بلس كوزاين ثيتا اتجاه الواي اتجاه الزد، اللي انا ممكن اكتبه اللي هو كي اكس اتجاه الاكس وده هسميه كي اكس بلس كي واي اتجاه الواي وده هسميه كي واي بلس كي زد اتجاه الزد وده هسميه كده. خلاص كده؟ طيب كنا احنا قبل كده في الفار فيلد ابروكسيميشن كنا بنقول ان المسافه ما بين الاوبزرفر ما بين الالف وما بين الاوبزرفر في الفار فيلد اقدر اعتبرها هي نفس المسافه من الاوريجن لحد الاوبزرفر في الار دي بس، لكن هنا ان شاء الله هعمل كده. فانا ممكن اسحب دي دلوقتي اخدها بره، فكان ده في الفار فيلد تقريبا اقدر اقول ده تقريبا ابسلون على 4 باي ار انتجريشن الجي اللي هو كام؟ اللي هو كونستنت على السيرفس اللي هو ماينس 2 اي نود اتجاه الواي، صح؟ طيب كي دوت ار طلعتها اللي هي تقريبا تبقى اي باور ماينس جي كي اكس اكس ناقص اكس برايم اي باور ماينس جي كي واي واي ناقص واي برايم اي باور ماينس جي كي زد زد ودي اكس داش ودي واي داش. في مشكلة كده؟ هذا عنده استفسار؟ مشكلة؟ أي حاجة؟ طيب كل اللي انا عملته بس ان انا فكيت الدوت برودكت ده، الدوت برودكت يظهر من اكس في الاكس واي في الواي وزد في الزد. طيب انا دلوقتي بكلم الكلام ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لاكس داش وبالنسبه
الواي داش وبالتالي الزد والاكس والواي انا هحطهم بره كل مره تاني. فانا لو جيت احطهم بره هو فاكتور يبقى عندي يبقى ماينس جي كي اكس اكس ماينس جي كي واي او ممكن انزل جي بار فاكتور فاكتور يبقى ماينس جي كي اكس اكس بلس كي واي واي بلس كي زد زد. ده اللي هو ايه؟ ده ممكن اعتبره اللي هو اي بار ماينس جي كي دوت ار او اي بار ماينس جي كي نوت ار كمان صح كده؟ طيب وبالتالي لو جينا اسحب كل الكلام ده بره كل فاكر هلاقي ان الاف مساوي اف نوت 2 اي نوت اي بار ماينس جي كي نوت ار على 4 باي ار والانتجريشن من اكس داش بتساوي ناقص اي على 2 اي على 2 من واي داش بتساوي ناقص اي على 2 سوري دي على 2 ناقص دي على 2 دي على 2 اي بار جي كي اكس داش اي بار جي كي واي داش ودي اكس داش ودي واي داش الانتجريشن الثاني يديلك ايه؟ exponential is exponential تكسر على j وتعوض بالماينس بلس ماينس تديلك ايه؟ اي باور جي حاجه ناقص اي باور ماينس جي نفس الحاجه اللي هي 2 جي ساين الحاجه وفي جي تحت هتطير الجي يبقى لك ايه؟ ساين الحاجه في الليمت بتاعتها. فالانتجريشن ده هيديلك الانتجريشن ده هيديلك ساين كي اكس اي على 2 على كي اكس 2 ساين كي واي بي على 2 على كي واي خلاص. ممكن نضرب ده في ايه هنا نحط ايه هنا نحط بي هنا نزود هنا ايه بي وممكن ننزل الاثنين دي تحت وبعدين ممكن نسمي الكميه دي كلها اكس كابيتال والكميه دي اسمها واي كابيتال بالتفصيل زي ما انت عملت في المحاضره. فالكلام ده في الاخر هيساوي اف نوت 2 او 2 هتطلع يكون في الاخر نور في نور اي بي يبقى ماينس جي كي ار على 2 ار ار ساين اكس كابيتال على اكس ساين واي كابيتال على واي ده في اتجاه الاتجاه الواي خلاص. طيب كنا بنعمل ايه بعد كده؟ مسائل الواي بتاعتنا كنا بنحول كارتيزي نحوله لايه؟ نحوله سفيريكال او كون خلاص. احنا هنحول الكلام ده اليو واي هنحولها لايه؟ هنحولها لثيتا وهنحولها لفاي باستعمال ترانسفورميشن ماتريكس. فلو جيت استعملت ترانسفورميشن ماتريكس هتلاقي ان الاف ده تقدر تجيب منه اف ثيتا اف ثيتا واف فاي اف ثيتا ده عباره عن اف واي موجوده وساين ثيتا ساين فاي تاني اف واي عباره عن اف واي مضروبه كوساين فاي. بالتالي اقدر احسب نقدر دلوقتي نحسب الاف ثيتا. فالاف ثيتا هتساوي ايه؟ حد يمليني عشان مش شايف ده معناه ان اتش ثيتا هيبقى ايه؟
نفس الكلام ده ستريم اومجا جي اومجا اتش باي نفس الكلام ده اسمه جي اومجا. مشكله كده يا شباب؟ في مشكله كده. احنا جبنا دي جبنا المجموعه الفيلد. عايز اجيب الاكشن فيلد. حد يقدر يقول لي ازاي كل سكوت من غير ما استعمل المعادله بتاعت الفيلد دي؟ بالظبط. دي تي ام وي. فاقدر اقول ان الاي اقدر اقول ان الاي فاي عباره عن ايه؟ اتش ثيتا هضربها في ايه؟ في ايتا. واقدر اقول ان اتش اي ثيتا عباره عن اتش فاي هضربها في ايتا. بس خد خطوه بقى الاشاره بتاعت الماينس بحيث المفروض ايكوس اتش يديلك ايه؟ ايكوس اتش بالظبط كده. بالظبط. فالمفروض احنا بصينا على دي دلوقتي اي فاي. فالمفروض الاكل في اي فاي يعني فاي في ثيتا المفروض ار ثيتا فاي. لو فاي في ثيتا لازم يبقى في هنا ايه؟ ماينس. بحيث الفاي في ثيتا تبقى ماينس. فلو في ماينس تاني تظبط في دي. كده كده ده ثيتا فاي مظبوط. تمام كده؟ كل حاجه بتصرف في ايه تاني؟ مفيش حاجه. طيب كده احنا جبنا الراديتد الاكل فيه. لو احنا عايزين نجيب كميه مثلا زي الدايركتيفيتي، كان ايه قانون الدايركتيفيتي؟ 4 باي يعني 4 باي في اليو ثيتا فاي على ايه؟ على الديلات. على الديلات. طيب تعالوا نبدا باول حاجه اللي احنا نجيب الديلات. ازاي نجيب الديلات؟ اول حاجه الحل ده هل فالد في كل السبيس؟ بالظبط. فالد في الاور ريجنز. طيب ازاي نجيب الديلات؟ نجيب بدل هي كده هي دي بلين ويف. فمثال ان هي ايكو ساتش ممكن تاخد ماجنتيود دي سكويرد على ان ايتا او ماجنتيود اتش سكويرد في ايتا على ان ايتا. المهم فانت هتكامل بالنسبه ثيتا من 0 لحد 1 على 2 و 0 لحد 2. طب هل ده اكسبريشن ينفع نعمله انتجريشن؟ حاسه سهل ولا صعب؟ هتعمل ده سكوير ده سكوير وهتجمعه. خد بالك ان جوه الساين جوه الاكس اللي جوه الساين في ايه؟ في ثيتا وفي فاي عشان الكي اكس اللي هي كي ساين ثيتا دي مش اكس كام في اكس تحت كمان ساين حاجه على حاجه. انت هتكمل ده لسه هتضربه في ار سكوير ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي. فالعمليه هتبقى شرط صح؟ ايه ده؟ لو حللت كده بالظبط. في حل تاني اسهل حد يقدر يقول لي؟ بدل من كامل. طبعا كامل بس يعني بطريقه اسهل. حاجه خفيفه شويه. انت ممكن تبص للفلو بتاع الباور. هو الفلو بتاع الباور جاي ازاي؟ انت كنت جاي من ويف جايد والباور ماشيه ماشيه بعدين ايه اللي حصل لها لما طلعت في الراتيشن؟ حصل لها راتيشن. فانت ممكن بدل ما تحسب الباور من الحاجه اللي فوق تحسبها من ايه؟ تاخد كروس سكشن في الويف جايد تشوف ايه اللي عدى من الكروس سكشن. صح كده؟ المفروض الباور اللي عدت دي اكيد كلها هتحصل لها راديشن عشان احنا فارضين ان مش هيحصل ريفلكشن هنا عشان الابرتشر كبيره جدا. خلاص كده؟ فاحنا لو عايزين نحسب الديلات ممكن سيمبلي نحسب الديلات ازاي؟ نقول ان احنا هنكامل على الابرتشر ليه؟ الاي سكوير على ايه؟ 2 اي. خلاص؟ طبعا الاي سكوير مش هحسبها من الاكسبريشن اللي كانت على احسبها من ايه؟ من الاكسبريشن السابق. طبعا هل ينفع احسبها الاكسبريشن ده عند الابرتشر ولا ما اقدرش؟ هل لو عوضت مثلا بالاكس والواي ليه على الابرتشر هيطلع لي نفس الحل اللي انا لو اي نوت كونستنت ولا مش هيطلع لي كده؟ بس ده اصلا فار فيلد بس. بالظبط مش هيطلع لي كده عشان ده في الفار فيلد مش في النير فيلد. خلاص كده؟ فالحل بتاعنا ده فاليد واحنا واقفين في الفار فيلد وفاليد فوق بس. تمام كده؟ وبالتالي لو انا عايز احسب الدي ده فيبقى الانتجريشن الابرتشر دي سكوير على 2 ايه؟ والدي اكس والدي واي الدي ده ثابت على الابرشن. فالكلام ده يدينا اي نوت سكوير اف بي على ايه؟ 2 اي. خلاص؟ لو عايز احسب الدايركتيفيتي فانا محتاج احسب الايه؟ الدايركتيفيتي وثيتا فاي هتساوي 4 فاي يو ثيتا فاي على دي. طبعا تقدر تجيب اليو هتعمل ده سكوير ده سكوير بعدين تاخد ماجنتيود تقسمه على 2 ايتا خلاص تقعد هنا بالبي ال ب 4 واي يطلع لك الدايركتيفيتي. بس هنا تعالى احنا مهتمين بالكميه اللي هي الدي ماكسيمم عايزين نعرف الماكسيمم دايركتيفيتي بتاعت الابرتشر بتاعتنا دي. طيب احنا متوقعين في مكان الماكسيمم دايركتيفيتي عايزة تبقى اكيد في وش الايه؟ في وش الابرتشر. ليه؟ زي هاجم برنسبل انت
الماكسيمم راديشن بيحصل في وش الايه؟ في وش الاسلوب، لان انت اكيد لما بتبعد هيحصل ايه؟ الفيزز هتطير بعض، انما وانت ما انت في وشها كده كلهم طالعين في نفس الايه؟ يعني اقصد اتجاه هيوصلوا ايه؟ مع بعض فيجمعوا مع بعض، غير لو انت واقف هنا. ده هيطلع كده وده هيطلع كده وده هيطلع كده، فالطول ده غير الطول ده غير الطول ده غير الطول ده، اكيد هيبقى اقل من لو انت واقف في وش الايه؟ في وش الابرتشر. طيب في وش الابرتشر ده حسيتها بكام كده؟ يعني دي ماكسيمم عند ثيتا بكام؟ عند ثيتا بتساوي. طيب حلو، تعالى عشان نحسب الراديشن الماكسيمم راديشن عند الثيتا دي، عايزين نجيب الماكسيمم انترستي اللي هي موجوده في ثيتا زيرو، فهنحط ثيتا بكام؟ هنعوض الاكسبريشن دول بس هنحط ثيتا بكام؟ زيرو. خلاص يبقى احنا هات ثيتا بتساوي زيرو، لو جينا نحسب الاتش ثيتا، الاتش ثيتا هتساوي ايه؟ هنعوض هنا ماينس جي اوميجا اف نوت اي نوت اي بي ماينس جي بي ار على 2 باي ار. طيب ساين اكس على اكس هيبقى قد ايه؟ دلوقتي الثيتا بصفر، هي الاكس بتساوي ايه؟ الاكس بتساوي كي اكس بتاعها 2. طب كي اكس؟ كي اكس بتساوي كي نوت ساين ثيتا ساين فاي، الثيتا بزيرو يبقى كي اكس بكام؟ بزيرو. لو جينا نحسب كي واي برضه في ساين ثيتا في كي واي يبقى بكام؟ فده معناه x كابيتال بزيرو y كابيتال بزيرو، يبقى ساين x على x كابيتال بكام؟ هنا ساين 0 على 0، ساين 0 على 0 بكام؟ 0. تعمل اوبتال، تعمل ديريفيتيف فوق، ديريفيتيف الساين بكام؟ كوزاين x، ديريفيتيف بتاع x بواحد، فكده هتبقى كوزاين x على واحد، اللي هي تدي لك كام؟ اللي هي تدي لك واحد. ف ايه ده؟ يعني زيرو، يعني هو زيرو على الصفر. عشان الزيرو بتاع الساين قد الزيرو بتاع هي سينك، هي الزيرو بتاع الساين بيبقى تقريبا قد الزيرو بتاع الاكس. عشان انت لو انت جيت تعرف ان ساين اكس لما اكس تبقى فيري سمول تبقى تقريبا بكام؟ تقريبا باكس. فاقصد البروبوشناليتي بتاعت ان ساين اكس لما اكس تبقى سمول الاكس لما تقسمهم بيبقوا تقريبا متوازنين، غير لما تقول اكس سكوير على اكس، الاكس سكوير الزيرو بتاعها هيبقى ايه؟ مضاعف اكتر فهيبقى اقل، فايه؟ عيب انفينيتي او زيرو. طيب ولو جينا نعوض هنا صارت كوزاين ثيتا تبقى زيرو تبقى واحد، كوزاين زيرو بواحد هيبقى لك هنا ساين فاي، ولو جيت تحسب الاتش فاي هيبقى نفس الكلام ده صح، والساين ده برضه يبقى واحد وهيبقى لك هنا ايه؟ كوزاين فاي. لو انت عايز التوتال ماجنتيك فيلد هتعمل ده سكوير زائد ده سكوير، لو انت عايز تجيب الباور تاخد الماجنتيك فيلد سكوير وتضربه في ايه؟ وتقسمه على 2 باي كده انت جبت الدنسي، لو عايز الدنسي هتضرب الكلام ده في ايه؟ باور سكوير. فاحنا لو جينا نجيب اليو ماكسيمم هي هتبقى ايتا على 2 مضروبه في ماجنتيك ده سكوير زائد ده سكوير باور سكوير، فالار سكوير هتضرب الار سكوير يبقى هات هنا ايه؟ اوميجا سكوير ابسون نوت سكوير اي نوت سكوير اي بي سكوير ابسون على 4 باي سكوير صح؟ ساين سكوير زائد كوزاين سكوير بكام؟ واحد. خلاص؟ طيب كده احنا جبنا الماكسيمم انتنسيتي ودي اللي موجوده فوق فين؟ عند ايه؟ وش الابيتشر. ممكن نعمل شويه سمبليفيكيشن، المفروض الاوميجا اللي هي بتساوي ايه؟ عامل بس الميديكيشن بسيط يعني فرصه سيئه بس ايه مش موجود على الضغط المعين طيب كيف بتحس الاتجاه مش واضح لو جينا نعمل الميديكيشن ده المفروض الاوميجا بتساوي ايه؟ بتساوي 2 باي اف صح؟ هي ايه؟ لاس لاس سي على لندا، فممكن اكتب الكلام ده اللي هو 2 باي على لندا والسي اللي هي واحد على روت ميو ابسلون، وبالتالي لو جيت اعوض الاكسبريشن ده اوميجا سكوير اللي هي هنا 4 باي سكوير على لامدا سكوير واحد على ميو ابسلون، هضربها في ابسلون سكوير صح؟ واضربها في ايتا، الايتا اللي هي روت ميو اللي هي روت ميو على ابسلون نوت، فانت هتلاقي ايه بقى؟ هتلاقي ابسلون دي فرق ابسلون دي صح؟ وبعدين هتلاقي الميو دي طيرت
جاز من هنا يبقى لك جاز، وهتلاقي دي طريقه جاز من هنا يبقى لك جاز. لكن الكلام ده اللي هو ايه؟ اللي هو 4 باي سكوير على لامدا سكوير في واحد على ايه؟ لو جينا نكتب ده تاني طبعا 4 باي سكوير هتطير ال 4 باي سكوير يبقى لك 2 تحت صح؟ وايه؟ يعني يبقى لك 1 على لامدا سكوير ال 4 باي سكوير ال 4 باي سكوير اي نوت سكوير اي بي سكوير. خلاص كده واضحه؟ واضحه يا شباب؟ وبالتالي لو جينا نحسب الدي ماكسيمم، الدي ماكسيمم تطلع بتساوي ايه؟ تطلع بتساوي 4 باي اضرب في الدنس اللي انا جبتها، سوري الدنس اللي انا جبتها اللي هي 1 على لندا سكوير اي نوت سكوير اي بي سكوير على الباور اللي هي اي نوت سكوير على اي تاني على 2 ميتا هنا على 2. فهتلاقي ان 2 ميتا مع 2 ميتا سكوير مع سكوير يبقى لك في الاخر ان دي ماكسيمم يساوي 4 باي على لندا سكوير اي اريا اي فيزيكال الماكسيم دايركتيفيتي كده 4 على لامدا سكوير مضروبه في الفيزيكال اريا بتاعت الايه؟ بتاعت الابرتشر اللي هي عباره عن ايه؟ بي. هل كان سؤال؟ بص هو دلوقتي انا فاكر في الدايبول احنا كنا بنعمل مثلا اكسايتنج مثلا فول سورس او كده، وهنا في نعمل اكسايتنج بقى احنا ممكن نقفل ده نعمل شورت سيرف تاني، ممكن ننزل بورت كده على باص لمبه على الاثنين فده هيعمل ايه؟ ده اكيد عليه كارنت، فالكارنت هيعمل ايه؟ راديشن بس جوه الايه؟ جوه الويف جايد، فهيطلع لك ويف كده الويف اللي كده دي ويف كده، فالويف اللي كده دي لو حاطط مثلا دي على باص لمبه على الاثنين فهتروح وتيجي في فيزا دي في الزيرو الاثنين يجيبوا على بعض الاثنين يمشوا في الاتجاه ده بعدين تفتح دي بقى كده دي بتستعمل في ايه؟ بتستعمل في الرادار مثلا بتاع السفينه الكبيره مثلا ماشيه بتاع بيلف كده ده بيناديه بغرنا بتاعنا او المايكرويف لو انت بصيت على شبكات الاتصالات او في براك كده بتبقى فوق كده في الشقه النار تعتبر ابريتش انتن تطلع مايكرويف هي ميزتها انها دايركتد يعني دايركتد قوي انت لو بصيت الكميه دي 4 باي على لندا سكوير. تعال مثلا ناخد اكزامبل بسيط ان اللي احنا شغالين انت عارف المايكرويف مثلا زي واحد بيبعت عن 3 جيجا فال 3 جيجا بتجيب لك لندا قد ايه؟ يعني تعال كل الطبق اللي هم عاملينه ده بيبقى مثلا بعد بس بيبقى الريدج بتاعه قد ايه؟ تعال نقول الايه بتاعته مثلا بنص متر سكوير خلاص اي حاجه تعال نتاكد ان هي نص صح؟ وعندك هنا 4 باي ما لسه مع لندا سكوير لو انت بتتكلم ان انت 3 جيجا كده الويب بنت بقى قد ايه؟ 10 سنين 3 تنفع 9 3 جيجا سي على لندا سي على اف سي فوق 3 تنفع 8 3 مع 3 10 هنا فوق بوينت 1 عندها سكوير في شدايين كانك تضرب فوق في 100 فكان دي 500 في 4 باي 50 في ايه؟ 50 في 4 باي 50 في 4 باي يبقى 4 في 50 بكام؟ 200 200 باي 200 600 باي اللي هي 3 600 بتتكلم ان دي حاجه يعني دايركت قوي طبعا لو انت عرفت الفكره شويه تقدر تزود الدايركتيفيتي لو انت كبرت كده شويه يعني دي حاجه دايركت جدا ما تقدرش تعملها بواير بتنس
مش كده يقول لك لازم اللايف سايكل لازم ممكن يخش مع اللايف سايكل. طبعا مش دي الحاجه الوحيده يعني مش لازم تبقى سيتش كده ممكن تبقى الجوميتري بتاعها مختلف ممكن يبقى حاطط مثلا ريفلكتور مثلا كده يعني في ناس ممكن بدل ما تبقى كده ممكن تبقى كده فعامل زي بتاع كده ممكن تحس زاويه بزاويه كده. مش عارفه اذاكر الماده ازاي يعني دي احفظ مثلا اللي بدفع عشان اعمل ايه بقى في نقط كده تبقى عارفاها عرفتي خلاص هتعمل تجي وتمشي كورس في اي يعني مثلا يعني خلاص يعني دي من اول سنه ما فيش غير حاجتين بنعملها يبقى عندنا زي نعمل انتجريشن بعد الانتجريشن ناخد الزيتا والفار بعد ما ناخد الزيتا والفار نجيب الكميه ده جرام خالص احنا نفس الكلام ده عملناه للانفينيتيزم وعملناه للشور وعملناه للفاينيتنس وعملناه للبوباسن وعملناه للبتاع دي اقصد هو الموضوع خلاص انت عرفتي البروسيجر وعرفتي الفلو بتاع اي حلقه مثلا او انت عارفه الفلو في الاخر ان احنا عندنا حاجه عايزين نجيب الراديشن عايزين نجيب الاي عايزين نجيب الاتش عايزين نجيب الدي عايزين نجيب الار فانت محتاجه تبقي عارفه ايه محتاجه تبقي عارفه بس البيزكس الاساسيات ازاي تعمل انتجريشن لازم تبقي في الرياضه لازم تبقي في الفيكتور اناليسيس يعني ازاي تعملي كيرف لازم غير كل ده يبقى عندك تخيل يعني انت عارفه مثلا ان انت في فيكتور كده الفيكتور ده لما بعمل اكس اكسس هيبقى عامل كده الثيتا في الاتجاه ده هتعمل كده بس فاهمني برضه ايه؟ برضه حاسه ان انت مش عليك الامتحان وحش يعني مش حاسه انك ضايع بس الامتحان كان فيه اجزاء سهله الصراحه من الحاجات الاول اللي هو مثلا ميكانيكال دايركتيفيتي فانت هتعملي دي رياضه هتعملي انتجريشن اكسبريشن فوق ايه موضوع البولاريزيشن ده؟ ايه ده؟ ايه موضوع البولاريزيشن ده؟ بولاريزيشن؟ مش فاكر بولاريزيشن ما سبته لو انت ايه مش فاكر والله بولاريزيشن يعني الاتجاه اللي انت فيه انت لو واقف مش مفهوم بس ايه المطلوب اصلا يعني دي المشكله البولاريزيشن يعني اتجاه حليت الحاله دي انا حليت بس السؤال ده احنا ما خدناهوش في سبته يعني ما خدناهوش كامله لا انا البولاريزيشن يعني اتجاه هي اتقلت كده يعني الناس قالت ما لحقش نقول بولاريزيشن احنا عارفين ان ما عندناش بولاريزيشن لا انت لو كنت بصيت على الاجابه كنت هتفهم بيقول لك اتجاه اكس اتجاه واي اتجاه زد حتى لو كذا حد بعت لي يعني كان مين حل عادي لا انا مش متخيل زي كده احنا بس اتصدمنا حوار البولاريزيشن مش عارف طبعا لو الانتنت او لو الابتش دي فور ساعتها الايه افكت ان هي نفسها الايه؟ هي الفيزيكال بس لو الاكتيف فيلد مش يونيفورم عليها ساعتها مش هتبقى هي نفسها الايه فيزيكال هتبقى ايه اقل من الايه؟ اقل من الفيزيكال خلاص كده؟ برضه انت خدت قانون بيحسب الايه افكت القانون ده برضه محتاج تعرفه هو ايه افكت بتساوي انتجريشن الاي على السيرفس او على الابتشر كل ده ماجنتيود سكوير على الانتجريشن بتاع الاي سكوير والدي او الدي كانك بتعمل الاكتف فيز بتعمل له سكوير بعد كده تقسمه على التكامل اي سكوير هو اللي ايه؟ جوه التكامل خلاص ده بيجيب لك الايفكت ده فانت محتاج تبقى عارف القانون ده عشان مش جيب ليه جيب مش عارف خلاص كده طيب حد محتاج سؤال او محتاج يعرف حاجه او كده لو الاكتف فيز لو هو قال لك بدل الاكتف فيز كان قال لك اللي هو دوم مجنون كان قال لك اللي هو تي بي 1 0 ساعتها انت عارف تي نو زيرو الالكتريك فيلد بتساوي اي نو بتساوي اي نو ساين باي اكس اوفر اي الدور مود اللي هو بيبقى عامل قبه كده انت هتحط ده جوه الانتجريشن هنا فانت صعب تعمل انتجريشن بساين اكسبوننشال فتفك الساين ايه؟ اكس 2 اكسبوننشال خلاص كده؟ طيب يا شباب شكرا سيكشن 36